هلو، أم مس نور عليان، إحدى مدربات فريق محو الأمية باللغة الإنجليزية. بفيديو اليوم رح نحكي عن Reading Skill، مهارة القراءة، ورح أحكي عن مجموعة نصائح بتساعدكم على تحسين مهارة القراءة باللغة الإنجليزية. أولاً، تجنب الاستماع إلى من يقول أن تعلم اللغة الإنجليزية أمراً صعباً، بمعنى أن لا نقول للطالب أن اللغة الإنجليزية صعبة وهي بحاجة إلى المزيد من الجهد، لأن ذلك سينعكس عليه سلباً. ثانياً، حاول أن تفصل اللغة الإنجليزية عن بقية حياتك، بمعنى استخدامها في الحياة اليومية، كأن أسأل طفلي What time is it؟ عن الوقت، أو أطلب منه Open the door، يفتح الباب، أو أي فعل هو مخطوب المدرسة. ثالثاً، الامتناع عن مقارنة نفسك مع غيرك من المتعلمين، بمعنى أن لا أقارن الطفل بغيره من أصدقائه أو إخوته، فمن المعروف أن كل طفل له مهارات وقدرات خاصة، كل ما عليك هو تشجيع طفلك ليقدم أفضل ما لديه. رابعاً، تجنب الانتظار وقتاً طويلاً دون التحدث باللغة الإنجليزية، بمعنى كل لغات العالم تحتاج إلى practicing، الممارسة، فكلما الطفل مارس اللغة الإنجليزية بشكل أفضل سيتقنها بشكل أفضل. لذلك حاولي أن تخصصي على الأقل يوم واحد في الأسبوع خلال العطلة لممارسة اللغة. بتمنى الفيديو يفيدكم. Goodbye.